عرفته عرفته هذا هو ما في منه عرفته زي عكابري كتير 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 عكابري قد ما قلت لك عكابري ايه عكابري كتير يعني عمره شي 50 سنة بدك تقول ايوه ايوه هذا هو شي 50 سنة يعني عكابري كتير اذا بتدور الشام كلها بتلاقي عكابري كتير اخي خذ لي طريق انا بدي امشي اذا بتقول عود عود له طريق هذا مثل ما انك شايف ما في لا ولد ولا تلاد اخي انا مقطوع من شجرة بس اني شلون بدي لك اياها يعني اني انا رايت تشوفه قلتي في شلون يعني شلون بقدر اشوفه مثل ما قلت لك صعب كتير لانه مشاغله كتيرة انت بتعرفه طالما انت بتعرفه فلازم تعرف هالشي عنه ايه لكن بعرف انه مشغول كتير وشغله فوق راسه بعرف بس يعني هيك في 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 موضوع يعني بلا مؤاخذة كنت حاب احكي انا وياه بس هيك انت اي شي بدك اياه اللي يا الي وانا بوصل له تكرم عينك أخي هي أمانة والأمانة صعبة صعبة كتير يعني حملوها للجبال ما قبلوا يحملوها يعني شلون بدي لك ياها عمي يعني مثل ما لك شايف أنت أول خليك بس احكي عن حالتي عن وضعي عن عيشتي الله يوفقك وينك محمود؟ انت بتضل هون بالسيارة موبايلك معك مستنفر على 24 اي حركة ما بتعجبك فورا تكب الزر بتعلم لي انا حاطه على خصمي رجال ايه ماشي؟ قول الله دير بالك الله يستر عرضك ها عيوني راح تضل 10 على 10 اتكلوا على الله يلا دعيني أنا اللي مخوفني إنه ما حدا بيعرف غير أنا وأنت ومروان ليكون سلمى امسحي وشك بالرحمن وصلي على بيشفع لك لا مروان شب زقرته معدل وما بيعملها بنوب طيب إذا مو مروان هو اللي قاله لوائل مين لكان ما بعرف
بس إلا ما أعرف. على كل كل شيء بأوانه. أيوة محمد كمل لي. شو بدي كمل لك؟ مثل ما حكيت لك، يعني لو عاطي وش كان اجى معي لهون ما تكنس من قدام بيتك. يعني بده يشوفني؟ انا اقول لك لو عطيته مجال كان اجى معي يا سيد مروان. طيب وغير حق الادويه طلب منك شيء ثاني؟ انا ما اعطيته فرصه منوب. لك لا يا رجل، خطيس معه للاخر. لك انا ليش بعتك؟ بصراحه لو تركته على راحته كان طلع لنا بمية طلب. خود هدول. كثير هيك سيد مروان، والله انت مالك مقصر معنا. ابو محمد شوف اهل البناية اذا لازمهم شيء وبعدين امروا لعندي. تأمر امر على عيني وراسي. يلا لقيتي؟ لك ما في شيء له طعمه. أنا لقيتي. طيب اسمع لهلا، خلينا نفتحها بركة طلعت فاضية. لك ما في وقت، بعدين نشوف حظنا ونصيبنا. طيب اسمع، خلينا نفوت على الصالون، شفت لك تلفزيون بياخد العقل. لك بلا علاك ما رح نقدر ندفره. يلا امشي. بكره فاضي تاخذ له حق الادويه؟ لا هيك بيطمع فيك. ها خليه يدفع حق الادويه من المصاري اللي اخذهم هذيك المره. هلا مو انت قلت لي انه مكسور عليه اجره البيت مدري كم شهر؟ اوه وضحك كثير. هلا انت بكره فاضي ولا شوف حدا تاني؟ اذا ما كنت فاضي تفضي حالي، تكرم عينك ولو سيد مروان. عظيم، معناها اتفقنا. بس بكره بدي اياك تيجي لعندي على بكير شوي. حاضر. وفي شغله ثانيه كمان بدي اياها. امرني. بدي اياك تشوف كل طلباته لهذا الزلمه وما تنقص عنه شيء. يعني بالمشرمحي بدي اياه يطمع فيه. قصدي بدي اياك تشوف كل طلباته، ما بدي ينقصه شيء. ابو محمد هذا الزلمه له كتير وضع خاص عندي، ما بدي اياه يحتاج شيء بنوب. حاضر تأمر امر. لا انا ما عم بفهم هيك بنوب. بنوب غاليه يعني شلون؟ فهميني كيف ما تدي لك. مو انا اعترفت له. ايه من زعلها هيك صار معه.
ايه وماتت بنفس اللحظة؟ لا، تاني يوم وقت رجعت على البيت ايه اتصلت فيه وخبرتها بالحقيقة. ما كفيني اصبر على حالي وانا بكذبي عليها. ايه وليش صبرتي على حالك لما كذبتي علي؟ ما قلت لك انه كان عندي امل اني اطلع حامل؟ بس هلا خلص ما له لزوم هالحكي. انت ما بدك تطلقني وانا بسكن هون لحالي. بس بدي منك خدمة اذا كان لسه الي محبة عندك. يعني بركي بتلاقي لي شي شغلة اشتغلها مشان اعيش منها. فاذا ما كان وجودي معك بالشركة بضايقة طلقني واحكي لي مع ابو فراس، بركي بيشغلني بالشركة محل نجوى. يصلي على النبي، ما في لا طلاق ولا من يحزنون، وبكرة الله بيرزقنا ولد واثنين وثلاثة كمان. بس انا عتبان عليك بشغلة، يعني هالشي اللي ساويتي ما كان لازم تساوي. الحق معك، بس انا كنت خايفة اني اخسرك. مو مهم، انا بدي اياكي تنسي انك انت سبب موت امك، لانه الاعمار بيد الله. بعدين هي القصة ما صارت بنفس اللحظة. طيب واهلك؟ اهلي شو بدك باهلي؟ خلص انا بتصرف معهم منيح. لك يلا لك ابراهيم اخلع بقى، هلا بيجي هداك بحماره بيشوفها. وين بعته محمود؟ يجيب عشا. لك العب بالع اهلقله، علي الطرباش جعبالي اطرقه قتلي طلع له عيونه. عدون محمود. هذا اللي كنت حاسب حسابه، لابسين الصيغة كلها. حلو. والله إذا كانت هي الماس بتكون نقشت معنا يا شباب. هات لشوف. يمكن هي زيركم. قديش طلعوا المصاري محمود؟ ضيق. 68,000. نعمة الله لا يزولها. جوائد محمود عطول بطمان. ضبطي 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 بسرعة بسرعة. يا ربي جاء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ترجع لي هالولد سالم غانم، وتبعد عنه أولاد الحرام، وترضى عليه يا رب. لا قسما بالله، قسما بالله لعيب جلدك على عضلك ما بتعرف.
حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عم يا ابوائل، ممكن تروق شوي وتخبرني شو اللي صار؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم اليوم الجنازة بده يروحوا دو. يا أمي المجرم لسه ما انكمس وأكيد رح يعرف إنك موجود بالجنازة. بابا ولو هاد جمال بده يروحوا دو ماما، إذا ما جبته اليوم ما حتشوفه بحياتي. ما رح خليك تروح لو شو ما صار يصير، عم تتكلم ما في روحها. لا تركي روح البيت بابا. ماما تركيني مشان الله. انا رايح البيت بابا. لا تخافي بابا ما رح يصير شيء. يا ربي منين جتنا هالمصيبة؟ منين جتنا هالمصيبة؟ هذا هو عم ابو وائل. مشيت يا طلال هو اللي بالك شوي، ربع ساعة بجيب لك قراره. اسمع اولاد سبيني على الورش يلا. لا ما تقول لا تفضلت. عمي ابو تفضل وين طول بالك شوي، ولد صغير خدوا على دعمه. يلا ربع ساعة. وليد هات لي كاسة مي. دخلك اجى ابو فراس على التعزاية؟ والله اجا زهير وابو نبيل والشباب اللي عم يشتغلوا بالمعمل، يعني فيكي تقولي الكل اجوا. يعني ما اجا ابو فراس؟ ابو فراس ما بنعرف شو ظروفه. وانت لشو رحتك على الشغل هلا؟ انا وين رايح اشتغل؟ انا نازل شي نص ساعه زمان وبطلع الشغل وبدي امرق لعند امي كمان نص ساعه وبرجع فورا. ولشو رحتك لعند امك؟ بدي مهد له مشان موضوع الحمل. لا تكون خفيف، هيك امور ما بدها تمهيد. لا شلون ما بدها تمهيد؟ لا احسن لازم مهد له. دخيلك انت شو بدك تمهد لهم؟ مو لنخلص من فوتتهم وطلعتهم من عنا، بدك اياه هون يسرعوا راسي بالاسئله. لا يا غاليه، هني عم يجوا لعندك مشان ياخذوا بخاطرك، ولو ما اجوا كنت زعلتي. خلص انا اسفه مو قصدي، كتر خيرهم انه عم يجوا ياخذوا بخاطري. وليش هيك عم تقوليها؟ يعني فوق ما حطيتيني بهالموقف كمان بدك تطلع علي بالعالي؟ انا اسفه بس انت كمان خالد بدك تقدر ظرفي، بدك تقدر انه هي اللي ماتت امي. انا مو قصدي غالي، انا احيانا يعني بيجي كلامي دج. معك حق، خلص ما تاخذيني. متأكد انه بس هيك سألك ما سألك شي تاني؟ لا ما في غير بيضربني وبيقلي قول وينه. ماشي تعيش وتاكل غيره، بيضل ابو وائل مثل ابوك ومعلمك. هلا بتروح معي وبتعتذر له
بركي ضربني مرة تانية. ما راح يضربك ولا أنا معك. لا تقولوا لا ماشي. اسمع مشان ما تنضرب مرة تانية. اسمع ما بتقلون وأنا سألتك هداك اليوم. مشان الله أنت لا تقول. أنا مستحيل أقول. أنت غالي علي ولك حمار؟ ماشي. لا تقول حمار. لك خلاص بس تعال. شو عمي محمود؟ عم حوله شعيرة؟ ما بعرف شو بدي لك يا عمي. هي الولد مو كذاب. شو يعني؟ ما بعرف. أيمن تعالوا هون. تعال حبيبي تعال. اعتذر من معلمك وسيدي يلا. روح على شغلك. عندك شي يا عمي أبوائي؟ سلامتك كتر خيرك عمي محمود. الله يسلمك. عطالة النهار. سيدي مؤكد فراس رح يطلع بجنازي. رتبت أمورك؟ طبعا سيدي. ولا رح يكون موجود؟ بجوز يفكر إنه يستغل الفرصة. يا ريت سيدي، ساعتها رح تكون فرصتنا نحن. يعطيكم العافية. احترام سيدي. وقال المعلم إذا لازمك أي شيء اللي إلي وأنا بنقله يا وبقله. أيوة صدور بس 2500 يعني ما بيكفوا حق الدواء. انت ما قلت لي قديش حق الدواء؟ بعدين 2500 ما بيقدوا حق دواء؟ شو هالدواء هاد؟ دخلك انت شو عم تطلع من جيبتك؟ نعم شو امره؟ لا لا ما عم اقول شيء بس عم اقول انه انا الدواء تبعي غالي شوي لانه اجنبي مهرب الله وكيله. على كل انا بقول له هالشيء. لا لا ما تقول له شيء مشان ما يفكر انه انا طمعان فيه. لازم اقول له هو موصيني يشوف كل طلباتك. بدك قل له شي تاني؟ لا لا كتير منيح هيك الله يديمكم يعني مو حلوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. سلم أمانة. الله يسلمك. يا شواد انفتحت الطاقة لأدري يعني ايمان. هلا. حضر معلمي. قرب لا تخاف. زعلان لك ايمان؟ لا تزعل مني لك يا ابني لا تزعل مني. الله يلعن الشيطان. بس والله يصدقني بحبك من قلبي من جوا مثل ابني. بس شلون هيك طلع خلقي ما بعرف. هم كبير لك ابني. على كل حال بس تكبر بتعود بتفهم وبتقدر ليش مصيبتي كبيرة. بتموني يا معلم بس والله العظيم من وقت ما طلع وائم من الشغل لهلا ما شفته. روح على شغلك لك روح على شغلك. صرختي والكف على خدك لأني بحبك بحبك.
يا أمي يا أمي يا جماعة يا أمي يا أمي حبيبي حبيبي تعا أمي تعا 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 ودع حبيبك كان يحبك ويدافع عنك كان يزعل كل ما نقول له ما بدنا يا له السب بس وحياة عينك يا جمال لا حبه مثل ما كنت تحبه أكثر هيك هيك بتفرح معك يا أمي بتفرح قتلوه قال تعز ولد ليش هو بيعرف يسوق ولا بيحلم يكون عنده سيارة وليا على عمري طاولة مكتب كان يحلم فيها وما حصلها آه يا ولدي يلا يا رجال يلا يا شباب شيعوا المظلوم شيعوا المظلوم مشان الله نزلوه على مهلكن على القبر الله معك يا حبيب امك يا مظلوم مشان الله قروا له سورة ياسين قبل ما تنزلوه على القبر لا تتركوه تروحوا بسرعة خليكم مع المظلوم الله معك يا جمال كبروا له كبروا له وانتوا عم تنزلوه الله أكبر الله أكبر على الظالم الله أكبر جمال يا جمال يا ولدي قولي على عمري آه يا ولدي يا ولدي عندك بدك تبطلها انا عاده معلم انك تتنصت على الناس
أنا عم تنصت على الناس؟ إيه مبلا نسيت يوم اللي اتصلت خالتك أم وائل وأنا عم بحكي معها على التليفون، كنت قاعد عم تتسمع علي. بعدين هذا الموضوع ما حدا بيعرف فيه غير أنا وخالتك أم وائل وحضرتك يا عفري، وفجأة وائل دري بالقصة كلها فافتكرت أنك أنت بتعرف وينه. بس والله العظيم يا عم عمي أنا ما بعرف وينه. لك أيما أكيد أنت ما بتعرف وينه. هات المصحف لا أحلف لك عليه. ماشي يا سيد أيما. سيك هاي 500 وراء تفضل معلم. سيك لا تخاف هاي لك برانية ما راح اخذها من جمعيتك. ما بدي شيء أنا. هلا خده ولا تطالع لي خلقي، خده واطلع عود برا يلا. شكرا. الله يرضى عليك. بابا والله يا بابا ما طلع بيدي يقتلو. والله يا بابا ما طلع بيدي قتله. والله يا بابا ما طلع بيدي قتله. رح يجن ليعرف كيف بده يشوفك. ريحه محمد ريحه. كيف؟ ما هذا سر؟ انت عمال حالك انك عم تعطي سر. اطلب منه وقت بيشوفني ما يحكي لي انك انت اللي قلت له. شو هالسر؟ قل له انه كل خميس بروح بزور قبر ابي، واذا كان حابب يشوفني بلاقيني بالتربه. طيب ما قلت انت انك ما بدك تشوفه؟ ومين قال لك اني رح روح التربه؟ كل القصه مشان يبطل نق عليك. طيب وانت قلتها؟ طيب دقيقه بس لحتى اجيب لك المصاري. طول بالك يا ماما، طول بالك حبيبي. ماما بتعرفي انه جمال ما له علاقة، يعني إذا حدا لازم يموت كان أنا وماجي. أيدي الشر. هذا كان يخاف من السرعة بالسيارات وكنا نضحك عليه. فراس؟ فراس؟ هالكلام هاد ما عاد بدي اسمعه منك. زعل على رفيقك مثل ما بدك، بس لا تفلسف. على مهلك هالولد أبو فراس، على مهلك عليه. كلنا زعلانين ومقهورين يا نهلة. بس هذا ما بيعني إنه يوجه التهمة لنفسه. هذا كلام فاضي. هو ما عم بيحكي قدام حدا غريب يعني، وبعدين الولد متضايق خليه يفضفض شوي. يا نهلة هيك مو تصرف رجال. بكره الناس تنسى احزانها وبدور على حدا يلزقوا التهمه. حاش تعمل يا رجال، بكفي بكفي. معلش حبيبي لا تزعل من بابا، صدقني هو زعل اكثر منك، بس عم بيحكي هيك لانه خايف عليك وعلى مصلحتك. صدقني حبيبي. عمي هذا الولد بده يجيب لنا وجع الراس. لا وشو قال عم بيشتغل؟ لك احلق له عمي احلق له. تعرفوا يا شباب انا هيك شايف كانه جبنا الدب لكرمنا. قوموا شباب روح لعندك على البيت محمود وريني شوف شو بدنا نسوي. اي والله عبدو
حاسب عمك ابراهيم. يلا ابو البرع السريع ما يجرى. الله لا يوفقك انت وياه. دورك يا عبد الله خلي الباقي لك. يعني خلص دفنوا. عاد في واحد اسمه جمال. عاد في واحد اسمه ماجد. فوت علي. سحب علي. كسب علي. طولي بالك يا بنت الحلال. لسه الأمل عنا موجود. يا سميرة. اللي بيشوف ابو جمال بينكسر خاطره. الله يستر ما يروح فيها. ضاعوا الشباب. ضاعوا. واحد نص مجنون. والتاني دفنوا. التالت يا بيوصل له وبيقتل. يا ما بوصل له. ان شاء الله بكم شو وبنشوفه معلق على حبل المشنة قبل ما يصل للولد. الله يحميك يا ماجد. الله يحمي. الله يحميه. الله يحميه. أهلين الشباب. أهلين وائل بيك. كيفك وائل؟ ماشي. تعرف انه ابوك عمل الفنطي لأيمن بالمحل؟ ليش؟ لك إلك عين تسأل ليش كمان؟ ليش شو عملها؟ لك صحيح انك روق وما رح تعمل روق منيف وهيك الحكي. اسمع وائل، انا عم بحكي معك برواق اخي. انت على راس المفروض. لك شو هالحكي لك محمود؟ اسمع حبيبي، هذا البيت إلك وابنا يا انت، مو من حقك تحكي معي هيك. لك اسمع ولا بتحمل حالك وبتورجينا عرض كتافك. يلا اقوي نزل ايديك ولا هالحرام. اسمعوا لك، ما بناوش على راس. بتحمل حالك تطلع برات هالبيت وما بتقول لحدا انك كنت هون. نحن ما بنخاف من ابوك. اسمع حبيبي، نحن ما بنخاف من حدا. نحن بندعس على راسك وعلى راس ابوك. اخرج ولا هلا تقعد. بك عم تضرب دكتور. صارت الأوضة كلها لي وما عاد بيشتغل فيها. حتى المكتب تبعي، الخزانة والتخوت والحيطان كلهم تبعاتي. بس راح جمال، راح أخي. يا ريته يرجع ياخذ كل شيء. قلعني برات البيت. لك انا اناني وحقير. بتعرفي شو مانا؟ بحياته ما كان يزعلني. انا اللي كنت افتري عليه. بتعرفي ليش؟ كنا صغار، كنت اخذ له العابه ما يعمل لي شيء. كانت ستك الله يرحمها تقول جمال حباب وقلبه طيب وجلال عفريت وبيحب حاله. كنت حس حالي بكرهه لما اسمع هالحكي. كنت حاول اعمل مثله بس ما اقدر، لانه هو بطبيعته حباب وقلبه طيب وانا كنت غار منه. Thank you.
اسندني. مين عمل فيك هيك؟ نجوى وبعدين معك؟ سعد يلي بنقلب العياط من عندي هدوء. هن كلمتين. مانك قدران تتقبلني؟ ايه؟ طلقني. هيك بهالسهولة؟ أنا سهولة. حرقت دمي وزليتني وأنا ماني عاملة شيء. أنت مانك عاملة شيء؟ بدنا نضل عم نعيد ونفتي. وبعدين؟ نجوى، أنت شو بدك؟ بإيدك. انت نهليني لبكرة ورح لك الحل. بسيطة وائل، بسيطة ولا يهمك. طول ما أخوك مروان موجود ما بيضع لك حق. خلص مروان بلاها مشان الله، ما بدنا مشاكل. هدول زعران ونحن ما لنا قدهم.